اكتشف العلماء الصينيون في جامعة هونغ كونغ درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا بشكل خاص. هذا أوضحوا أن فيروس كورونا التاجي يبقى مستقرا للغاية لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي 4 درجات بغياب أي تطهير له، فيما لا يبدأ نشاطه في الانخفاض أو نشاطه في الانخفاض إلا بعد 14 يوما. هذا وكشف الخبراء أيضا المدة التي يمكن أن يبقى فيها الفيروس التاجي صامدا على سطح الأجسام المختلفة، فهو يبقى على الورق لمدة 3 ساعات، وعلى الملابس والخشب المعالج يستمر لمدة 2 يوم، وعلى الزجاج يعيش حتى 4 أيام، أما على البلاستيك فيمكن أن يصل نشاطه إلى 7 أيام. هذا كما لاحظ العلماء أن الفيروس يمكن أن يستقر على السطح الخارجي للأقنعة الطبية لمدة تصل إلى 7 أيام، ودعوا إلى تطهيرها الشامل والكامل.